السلام عليكم، شلونكم عيني؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. شو رأيكم اليوم لو نتكلم على الكلان شواب وبناتها؟ شوفوا بنات الكلان شواب بعد ما كانت سندانة صغيرة وحدة، شنو سويت بيها؟ كم وحدة طلعت من عندها؟ طلعت ثلاثة للسنادين. هي هذه كانت الأم، كانت صغيرة، طلعت من عندها ثلاث صناديق، وايضا هناك بديش سندانتين قطعت جزئين ثلاثه اجزاء وزرعتهم وسبحان الله طلعت، وجزء هنا. يعني مرات اقطع، يعني من اجي انظف بين الصناديق اللي اسفلهم والتربه والاشياء اللي تصير، اقطع جزء غصن واحطه، وين ما احطه سبحان الله يطلع. شوف هذه مع الـ شو اسمها السجاد، قطعتها هذيك مع الكلاشوا، هذيك مع النخلة قطعت. هي كانت سندانة صغيرة ما تحتاج رعاية كثير، تحتاج إضاءة قوية. حطتها أني خارج البيت هنا، أنا سبحان الله هذا المكان بالضبط هنا بالزاوية حطتها، تيجي عليها شمس مباشرة كم ساعة، يعني من تقريبا 12 وشمس مغربلة بعد ما تلف، يعني من 12 للثنتين او ثلاثة تجي عليها شمس مباشرة، بعدين تجيها شمس مغربة لحد ما تغيب، وهذه النتيجة سبحان الله. شوف من تجي شمس قوية يتلون الطرف مالتها، هي هذه خضرة، هذه من الكلانشوا النوع المزهر، ابي هاي ازهارها تكون حمراء، اللي تتكاثر بالاوراق وتتكاثر ايضا بالافرع او الاغصان. اقطع وازرع بدون تجدير، هذه كل الاشياء الموجوده عندي، يعني زراعتها بالاقطع وازرع ما تحتاج يعني تجدير، لان هي تعتبر من العصاريات ما تحتاج ماء كثير، والعصاريات هي تحتفظ بالماء، تحتاج اضاءه عاليه، ممكن كم ساعه شمس مباشره او شمس مغربله. اكو نوع اللي يكون مزهر واكو نوع اللي ما يكون مزهر، اللي هي اللي مزهره هذه تصير عده بها عده الوان، هذه اللي عندي لونها الازهار مالتها لون احمر، هذه اللون اللي هاي النوعيه عندي مجموعه ما شاء الله كميه كلش كبيره، كاثرتها بالاوراق وبالاغصان، هذه غير مزهره، بس هذه المجموعه هي اللي تزهر. وطريقه الاكثار خليني اشوفكم اقطع جزء واشوفكم شو السبق، وشفت لكم اياها بس يعني للمعلومات اكثر. مثل هسه انا اشوف اكثر شيء الاجزاء اللي تكون مثل مايله هنا اللي حتى ما تنكسر، اجي اني اقطعها، هذا الغصن، اقطع جزء من الاوراق حتى ازرعها في السندان مثلا، يعني صارت سنادين كثير من انت سبحان الله. رجع التربة عليها بعد ما غرستها هنا بهذا المكان، ممكن هذه الاوراق اللي عندي احطها هنا فترة تطلع نبتات جديدة. بس اخلي الطرف مالتها وارجع عليها التربة، يعني هسه من نبتة واحدة الان صارت عندي خمس سنادين كاملة، بالاضافة الى يقولك بين السنادين ثلاث نبتات ايضا. هسه بعد ما كملنا نسقيهم، هذه ايضا فترة، خلينا نقطع هذا الجزء ايضا نغرس بالتربة، بس اعمل ثقب احطها بالتربة. شو رأيكم؟
بالكلانش واو سهلة العناية والإكثار، تحتاج إضاءة مباشرة كم ساعة، شمس مغربلة، إذا شمس مغربلة كل النهار ممكن تحتاجها، تتكاثر بالأغصان وبالبذور. بصراحة أنا ما كاثرتها بالبذور نهائي، لأن من كانت عندي الأزهار يعني طالعة عندنا مطر كثير وكلها وقعت بدون ما أقدر يعني أطلع من عندها بذور، بس كاثرتها بالأغصان وبالأوراق. ولهنا وصلنا على نهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الإعجاب، اكتبوا لي بالتعليقات، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، سووا سبسكرايب مشاركة، وفعلوا خاصية الجرس حتى أي فيديو أنزله أوريدي يصل عندكم. أشوفكم إن شاء الله فيديو قادم، لا تنسون علي باللايك والتعليق.